السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم الساعه زوينه مع وينا على قناتكم شوف تي في. اكيد اننا فرحانين حيت انا كنتواجد معكم كل نهار كنجيب لكم موضوع في شكل، يعني كل نهار خاصنا نناقشوا معكم شي حاجه اللي اكيد كتهمنا، كتهم المغاربه، كتهم الشباب المغربي، كتهم اي واحد ما عجبوش يعني الوضعيه اللي حنا فيها. كيف ما كنعاود نقول لكم مره اخرى، انا كنقرا لي كومونتير ديالكم، كنقرا في الفيسبوك لي كومونتير اللي كتكتبوا اكيد، وكنتسنى اتصالاتكم وتدخلاتكم على 06 62 05 48. شوف تي في كترحب بكم مره اخرى، وكذلك برنامجكم ساعه زوينه مع وينا. اليوم غادي نهضروا على الظاهره اللي ولينا كنشوفوا بزاف خاصة هاد الايام الاخيره ديال الحريق. علاش الشباب المغربي كيحرق؟ علاش؟ شنو هو المشكل؟ شنو هو المشكل عند هاد الشباب؟ شنو ما لقاش مساعده، ما كاينش اللي يعاونو، ما كاينش اللي يردو الطريق، ما كاينش شنو هو يعني. بغينا توضيحات، بغينا نعرفوا، بغينا نتناقشوا معاكم، بغينا نسمعوا الاراء ديالكم. اكيد ان كنخلي لكم فرصه باش تقولوا كاع داكشي اللي عندكم بدون انقطاع، يعني ما كاينش كاع شي حد اللي غادي يقاطعك ولا غادي يقول لك لا ما تقولش هادي ولا ما ديرش هادي. لا، انا كنتسنط لكم وكنتسنى التدخلات ديالكم على الرقم 06 62 05 48. اليوم اختارين، انا شخصيا اختاريت هذا الموضوع صراحة، حيت كيبقاو في هاد الشباب، كنقولوا الشباب ضائع، ناس اللي قراو عندهم دبلومات، عندهم مستويات عليا في الدراسة، وعندو واحد قبل ما نهضروا على الدبلومات ونهضروا على القراية ونهضروا على كاين الناس اللي عندهم حرفة في يديهم اللي ممكن يستغلوها، ممكن يديروا بها بزاف ديال الحوايج. عاوتاني غادي نقول الناس اللي عندهم دي ديبلوم وقارين كيمشيو يعني كيغامروا بالروح ديالهم وبوالديهم واي حاجه كتقيتهم هما كيمشيو يغامروا ويلوحوا راسهم في وسط البحر. علاش؟ شنو هو السبب؟ شنو هي المشكل؟ واش هاد الناس هادو ما يمكنش يخدموا في البلاد ديالهم؟ ما يمكنش يديروا شي حاجه زوينه في البلاد ديالهم؟ شحال ما عندناش شركات، ما عندناش عندناش فين يخدموا هاد الناس هادو، ما كاينش، ما عندناش مستويات فين يقدروا يديروا شي حاجه ويبنوا حياتهم ويديروا عائلاتهم ويديروا وليداتهم حتى هما. علاش هادشي؟ شنو هو المشكل؟ علاش هاد الناس هادو كيحرقوا بهذه الطريقه؟ علاش كيعرضوا نفسهم للخطر؟ اشنو هو الاشكاليه في هذا الشيء؟ فين كاينه النقطه السوداء في هذا الموضوع اللي عمرو كيتسالى؟ حيت انا مني شفت واحد التصريح ديال واحد السيد كيبكي وكيقول انا ودي عنده لي ديبلوم ودفع لهنا ودفع لهنا ودفع لهنا، وتا الشركه ما عيطت ليه، تا واحد ما عيط ليه. علاش؟ علاش كنحاولوا نخلقوا الشباب ديالنا اللي من هنا لقدام اكيد انه هو اللي غادي يكون في بلاصه ديال برلماني، في وزير، بزاف عطا الله فرص، طلع واش ميمكنش لينا نعطيوهم فرصه باش ياسسوا الحياه ديالهم، يزيدوا يتقدموا لقدام حتى هما. ضروري من غادي نقولها ديريكت، من باك صاحبي، يعني حيت باك صاحبي اللي خدامه دابا، ما كاينش شي حاجه اخرى. يعني هذا ولد صاحبي، هذا ولد فلان، هذا ولد فلان، هذا يعني ما كاينش فرص عمل لهاد الناس هادو باش ما يخرجوش خارج ارض الوطن. اكيد ان كنتسنى التدخلات ديالكم، وغادي نعاود نقرا لي كومونتير من الاول.
تحياتي لكاع الناس اللي كيكتبوا لينا في لي كومونتير. محمد مرحبا. طريق من احسن اللي لقى شي طريق اوروبا يهرب من المغرب. لا ماشي المغرب، بالعكس زوين وبلاد زوينه وفيها ما يدار. ما نحاولوش نهضروا بهذه الطريقه هذه، لان كاين ما يدار، ما غير خاصنا نعطيو فرصه لهذا الشباب. انا كنقول انا عطيو فرصه، حيت هاد الناس هادو ملي غادي يكبروا هما اللي غادي يكونوا في بلايص ديال هاد الناس هادو اللي شادين، راكم عارفين. المهم ما نكذبش عليكم، انا كنقول بان كتضيعوا راسكم وكتضيعوا والديكم معاكم. حيت مني كتشوف شباب زوين، ودابا الواعرة ماشي هي هذه، الواعرة هي انهم كيهاجروا ودايرين سيلفي، يعني كيتصوروا. انا هادشي اللي بغى يحمق لي كاع اكثر بزاف كاع، كيتصوروا في وسط الفلوكة غادي شادين الطريق لبلاصة اخرى، كاين راه ما عارفينش الحياة ديالهم كيفاش غادي تولي تما. كاين راك انت غادي بلا اوراق بلا حتى شي حاجة، انت بدون هوية غادي لهذيك البلاصة. علاش ما نقدروش نمشيو لهذيك المدينة اللي حنا باغيين نمشيو ليها وحنا مرفوعين الراس؟ نقدروا نقولوا بأن هاد البلاد غنمشيو نتسالو فيها، غنمشيو ندوزو فيها واحد المدة، غنمشيو نعيشو فيها براسنا عالي. علاش غادي نحرقو، غادي نضيعو راسنا ونضيعو عائلاتنا؟ بعدا راه ها انت حرقتي وصلتي كاع، نقولو ديرو كاتيدي وصلتي، راه ما كاينش الحنان بعدا والعطف، راه ما كاينش. راه تقدر هنايا تدبر على خبزه وتاكلها وبخير وترونكي، حيت ما يمكنش انسان غادي تمشي عنده تقول ليه بغيت ناكل ويقول لك لا. غادي نقرا واحد الكومنتير ديال عادل، حيت اخي دوك اللي كيمشيو حارقين وكتصدق ليهم وكيوصلوا كيبداو يلوحوا في الفيديوهات من البحر فرحانين، وهذا الشيء من خلال التغيير. يعني واحد كيشجع واحد، هذا الشيء اللي بغيتي تقوله عادل، هذا الشيء اللي بغيتي تقول. فهمتك، واحد كيشجع واحد، حيت ملي كيتصور الفيديو وكتشوف انت يا صاحبك حارق وانت يا جالس في داركم، هو كيشجعك كيقول لك زعما شوف انا راني وصلت، ولكن من بعدها انت وصلتي، ها انت من بعدها وصلتي. شنو هو شحال غادي تجلس باش تدبر على راسك، ولا باش غدير وريقات، ولا باش غادي تزيد لقدام؟ شحال غادي تجلس؟ راه ضروري من الدل. المهم انت عايش في، غتعيش في الدل، راه حيت خرجتي من هنا لينا فريد كتقول انت يا مثلا انت راك عايش في الدل في هذه البلاد هذه، راه مني غتمشي لبلاد اخرى الدل ديال المغرب ماشي هو الدل ديال بلادات الناس. تحياتي للشيفور، تحياتي لكاع الناس اللي شكرا لك صديقي. قال لك علاش الناس كتحرق بات بالصك، باقي كنتسلك ما فهمتش الميساج ديالك السيمو. المهم انا قريت الميساج ديالك ولكن ما فهمتوش. اللي لقى شي حرقه والله الا بقى، لا قال لك العوينه براسو الا لقى شي حرقه والله الا بقى. لا انا ضد هذه الفكره هذه، وزيدون في الظروف اللي انا فيها ما يمكنش لي نغامر بنفسي ونغامر بحياتي ونغامر بولادي. انا عندي وليدات وعندي داري وعندي يعني واحد الاسره ما نقدرش نغامر بها، ولو كاع كون ما كانتش عندي هذه الاسره ما نقدرش نغامر هذه المغامره، ما نقدرش ندير هذا الشيء. الا كان عندك هذا التفكير نتايا ما عرفتش، انا بعدا ما نقدرش ندير هذا الشيء. انا ضد انني نمشي لبلاد اخرى وندل فيها راسي كاع لينا فريد. الا انت
كتقول بانك مدلول هنا، راه الا مشيتي لتما كاين غتولي مدلول على 4 ولا 5 ولا 6 ديال المرات، راه ما عندكش حياة. بعدا غير باش نزيدك الفكرة، ما كاينش شي واحد كيمشي لواحد البلاد اخرى اللي هي ماشي ديالو وما عارفهاش وما قاريش اللغه ديالها وما عنده لا لغه لا شي حاجه باش غادي تكومونيكي معاه عباد الله وتقول لي عايش غتعيش بخير، غتنعس في الزنقه، غتاكل من طوارد الزبل، غتمشي تطلب اللي يسوى واللي ما يسواش وانت في عمرك 25 عام ولا 24 عام ولا 23 عام ولا 32 عام، ولا ضروري غدير هاد الحركات هادو. انت كديرهم غديرهم اصلا، غتمشي ديرهم برا، غتقول ما شافني حتى شي واحد. وكاينين مغاربه بزاف كيديروا هاد الشيء، وكاينين مغاربه اللي مشاو بنيفو نيفو طالع، ماشي حنا ماشي ضد تمشي برا، ولكن ضد تغامر بنفسك لدولة أخرى وأنت ما عارفش القيمة ديال نفسك. آه الروح هذيك راه كتغامر بالروح، راه بحال رجل في القبر ورجل في هذيك غادي ناخذ المكالمة من برا النيت من فرنسا. تقطع الخط اكيد ان الميساج ديالي يعني كنهضر معاكم انا كاخ، يعني ماشي كمواطن ولا ك، انا كنهضر معاكم كاخ، حيت مني كنشوف هادوك الدراري راه اقسم بالله حتى كيبقاو فيا. في نفس الوقت كنقول للناس اخرين عطيو فرصه للشباب يخدم، عطيو فرصه للناس اللي عندهم لي ديبلوم، الناس اللي قاريين، الناس اللي باغيين يبنيو حياتهم، راه هادوك راه نتوما اللي كتجريو عليهم. ملي كيشوف راسو صافي راه ما بقات عنده لا خدمه لا حتى شي حاجه لا مستقبل لا حتى شي حاجه، كيقول شنو غادي ندير، نمشي برا نحرق برا. انا الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. عليكم السلام سيدي. علي وين هو؟ مرحبا. شنو الموضوع اخويا؟ موضوع ديال الحريق. واش غادي نقول لك، الناس كل واحد اخويا وكيفاش كيفكر. ها هو اللي بغى يجي هاد البلاد خصو يجي معاه شي صنعه ولا يجي معاه حرفته في يدو. انت دابا كتعيط لينا من الديار الفرنسيه، شنو كدير في فرنسا؟ انا سوي تكنيسيان دريزو. تكنيسيان دريزو تبارك الله. مشيتي بقرايتك ولا مشيتي ب... لا لا ما مشيت والو. ما مشيتي بوالو؟ والو. وكيفاش درتي تكنيسيان د ريزو؟ كنت قايت شويه في البلاد وصافي وجيت كملت، انا درت دي فورماسيون وجاب لا تيسي. لا واش حرقتي؟ وي حرقتي. حرقت لانش اخويا. وصلتي بكري شويه. بكري شويه واخا. وهاد الظروف هذه اللي كتعيش فيها انت اليوم كيفاش دايره؟ اليوم صافا سويت الوضعية ديالي دابا شي 3 سنين وصافا بخير الحمد لله. 3 سنين يعني شحال المدة وانت جالس تما كاين؟ انا 8 سنين. 8 سنين يعني يلاه 3 سنين هادي باش قديتي الوضعية. يلاه 3 سنين باش قديت الوضعية، 5 سنين وانا بلا اوراق. واخا وقولي 5 سنين وانت بلا اوراق شنو كنتي كدير؟ كيفاش كنتي كتعيش مع السلطات؟ اضغوط اكوش كتجي هكا وتجري هكا. كيفاش اضغوط اكوش؟ فسر لي اكثر. دور هكا ودور هكا وتقلب على راسك، مرة خدام مرة ما خدامش، مرة كتمشي مانوفر، مرة تمشي بريكول مع شي واحد، مرة ما دير والو، هذه هي الدنيا صاحبي. ولكن انت يا واش كان عاجبك الحال فاش حرقتي في الأول؟ كنتي كتقول نو عاجبني الحال، عاجبني الحال من ديبا. واخا اليوم شنو كتقول لهاد الدراري اللي هما كيما قلتي انت كيشدوا الطريق للديار الاوروبيه؟ انا كلمه واحده اللي غنقول لهم، اللي بغى يجي يجي معاه حرفه صنعه. الا فكرتي باش تجي اليوم وما عندك الصنعه برك عام وعامين انت تجيب معاك شي صنعه واجي مرحبا بك. حيت الا ما جبتيش معاك الصنعه في الاول ولا الحرفه غادي تكرفص ديال بصح. شنو هو النوع ديال التكرفيص؟
وغادي يتبادل ويديك بنادم يدمر عليك من الصباح حتى العشيه ويعطيك 200 درهم ولا 300 درهم 30 اورو ولا 20 اورو عرفتي غير. والناس هنايا راه تخدم بالوراق ب 70 اورو 80 اورو في النهار فهمتي. واللي كيستغلوا الحراك راه هما العرب فهمت. القاوري اول حاجه ما غاديش يخدمك فهمتي. القاوري العرب ما حراك ولكن العربي ما يخدمكش. القاوري العرب حراك ولكن العربي العربي يخدمك وي ولكن كيستغلك. شنو هي نوعيه الاستغلال زعما؟ الاستغلال هي ما كيخلصكش مزيان. واش انت من الصباح حتى العشيه وانت تخبط معاه ويعطيك 30 اورو شنو هي؟ ولا كنتي بالوراق ديالك شنو شحال كتاخد؟ 80 اورو ناخذ 80 ناخذ 70 اكثر نخدم معاه في النهار. ونقدر نوصل لا على حساب الحرفه كنت سباق نقدر نوصل حتى 100 اورو. واني دابا الحراق انا مساكن كيبروفيتيو فيهم العرب هما اللي كيبروفيتيو فيهم يعني كيعرفوا ما عندوش الوراق صافي كيستغلوا خوتك هما النيت اللي كيبروفيتيو فيك يعني ماشي شي حد اخر. لا مين ما راه من الحيط ويلقاو شكون اللي غياكل غياكل كان اللي كيعرفك. كيستغل فيه بروفيتي فيه ويبدا يكذب عليه يحرط عليه فين ما كاين شي بريك ولا يقول له يلا ولا يخدم معاه كاع ويخدم معاه في النوار ولا يديكلاري بشي كارطه مدرحه وابخي كيبقى يقول لي لا راه غادي نديكلاريك غادي نديكلاريك وصافي كيبدا يبروفيتي فيه. والحوار ديال يعني التواصل ديالك مع الناس في فرنسا كيفاش كان في الاول؟ انت اللي دوزت سنين قبل ما نهضروا على الوراق. في الاول بحال الا طحتي في شي جبل ما كتعرف والو سهل وكطيح راسك بوجهادي بحال الا طحتي اون بان في شي مدينه بعيده ما كيعرفكش بنادم ولا طحتي في شي مدينه شي لهجه ما كتفهمش ليها فهمتي بحال هكاك كطيح وكطيح وتنوض وتكرفص تنعس بزناقي تبهدل شويه تبات شويه. هو الجوع ما كاينش باش ما ينكذبوش شي وحدين الجوع راه ما كاينش تنعس في الزنقه تقدر تنعس في الزنقه تنعس في الزنقه تنعس في الزنقه الجوع والو ما كاينش تنعس في الزنقه عادي عادي جدا تنعس في الزنقه ماشي مشكل غادي تنعس في الزنقه وضروري بنادم ينعس في الزنقه على ما عندكش لافامي هنا ما عندكش اللي كتعرف وحتى لافامي هنا راه كيكذبوا على عباد الله بلي كيمشيو في شهر 8 جي عندي مرحبا بك بلي كيمشي عندهم شي واحد كيهجروا ليهم كيجي كيبرك عندهم سيمانه كيبداو ينعصروا فيه راه حنا كنخلصوا لي زامبو نخلصوا الماء الضو الوايي لي شارج صافي كيجريو عليك بطريقه فنيه ولا يجريو عليك نيشان ولا تجي ما يحلوش لك الباب بالليل يعني هذاك الوجه اللي كيعطيو لافامي ما يبقاوش يديو عليه الناس هذوك غير كذابه كاملين 99% كلشي كذابه جي عندي مرحبا بك وهو ساكن غير عند القاوري وكيقول لك جي عندي مرحبا بك راه ما غاديش يستقبلك هنا تشوف هنا ما كاينش القاوري هنا القاوري ما عندوش هذيك اللعبه يدير معاك مزيان تبات عنده ولا تقول لي سلفني ما يمكنش لك تقول القاوري هنا سلفني ما يمكنش امبوسيبل امبوسيبل القاوري يسلفك زعما يسلف قاوري بحالو بحالو الا بغيتي قلتي لي سلفني يقول لك بوكوا تي با جيري طون سالير يلا كيقول لك علاش ما كتجيريش علاش ما كتحسبش الصالير علاش ما كتجيريش حياتك؟ علاش ما كتجيريش الصالير ديالك كما حياتك كاع لا تجيريها هو كيضرب معاك غير على الفلوس على الفلوس الصالير ديالك خاصك كيقول لك جيري الصالير ديالك اخويا. والناس اللي كتحرق الله يسهل عليهم عند كل واحد الطريقه باش جا كاين اللي جا فيزا وحرق كاين اللي جا بلانشا كاين اللي جا بزودياك كله فين جا الله يسهل عليهم راه الناس ما قررهاش انها دير هذيك الطريق راه هذاك سي تان كغون ريسك راه هذوك هما اللي كاميكاس واش انت غادي في الماء ما عارفش راسك واش غتوصل وما توصلش هذاك سميتو الانتحار الغير مباشر انتحار غير مباشر تماما هذاك راه انتحار راه الناس كتبغي تنتحر راه هذيك تقمرت شي حاجه فايته تقمرت الناس راه مقمره واش توصل ولا ما توصلش سوا راك توصل سوا ياكلك الحوت صافي هادشي اللي كاين الناس وباللي الناس كدير هكاك شنو كيعني يعني الناس فقدات الامل ياسات وياسات الناس واللي كتهضر معاه كيقول لك عاش الملك وهنا الناس حراقه ما عندها ما تاكل وكتقول لك انا مغربي بافتخار وعاش الملك راه المسؤولين اللي الناس ديما اللي حلوا مع المسؤولين اليوم 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 انت فين وصل اليوم انت فين وصل مستواك يعني شنو كدير دابا اليوم شنو كدير انا خدام عندي داري بخير وعلى خير حمدتك يا ربي وشكرتك هاد الساعه ولكن ما نحبش هذاك الشيء طاح من السماء تكرفصنا في الاول تكرفصتي ورا خمس سنين تكرفصنا في الاول الحمد لله تكرفصنا تكرفصنا ما كايناش شي حاجه بلا شي حاجه تكرفصنا نعستي في الزنقه
وانعسنا بالزنقه شفرنا ما ناكلو نخنا وهذاك الشيء عادي. شوف هذاك الشيء جاري به العمل. اش غتوقع من واحد كان عايش في الزيرو كات اش غادي يدير هنا في باري؟ تمام غيخدم مهندس النهار الاول؟ لا اكيد ما يمكنش. راه ضروري غتنقص شي واحد غتميخل شي واحد. هذاك الشيء شوف راه عادي هذاك الشيء تدعيه بالضروره كتجيبو لك الضروره. واش انت ما عندكش الجوع وكيبان لك واحد كيحسب في البالو واش ما غاتجهلش؟ راه ما كيجيك الجوع ما عندكش. بصح بصح. واخا اليوم غادي نسولك انت سؤال، شنو الراي ديالك في هاد الايامات اللي ولينا كنشوفوا بزاف ديال الحركه كيمشيو يعني كيمشيو في الباطو وكيديروا السيلفي؟ الغريب في الامر هو انه كيتصوروا. يعني شنو راي ديالك في هاد القضيه؟ هادو كيبغيو يوصلوا رساله للمسؤولين الى لقاو مازال ما ينقضوا. ما عرفتيش علاش كيديروا السيلفي كيم وما عمر شي واحد قال لك السي دار السيلفي وقال لك راه انا غنوصل بخير. وكيقول لك ديما دعينا الله هذوك المسؤولين هما اللي همشونا وما سببنا في هذا الشيء. هذا الشيء اللي كيقولوا كاع جميع الفيديوهات هذا الشيء اللي كيقولوا. تماما. حنايا اليوم بغينا نقولوا يعني للشباب ما تغامروش بالحياه ديالكم، ما تغامروش بوالديكم. عطيه ما ياكل ما يغامرش، عطيه دير ليه شي حاجه. تماما. في نفس الوقت حنايا كنوجهوا رساله للناس اللي هم عندهم مشاريع وعندهم ما توجهش. شوف ما توجهش رساله للحراق. الحراق غيمشي ويطيح في الماء غرق راه الله يرحمه وصل راه هو هذاك شدوه راه غيرجع غيعاود يدير نفس المحاوله. هذا الشيء الرسائل خصها تمشي للمسؤولين، المسؤولين يديروا فضاءات للناس يديروا معاهم شي حل ويديروا مع الناس الحل. واش هذيك البلاد باقي باك صاحبي؟ باك صاحبي خدامه باك صاحبي. وانا الرشوه ما كنعطيهاش براسها الرشوه ما كايناش وكتمشي للبلاد على ورقه. لا احنا ما كنهضروش. شوف احنا كنهضروا على ما بغيناش نضيعوا الشباب، ما بغيناش الشباب ديالنا يضيع. بغينا ان شاء الله يعني من خلال هذا الروبورتاج هذا نتمنوا انهم يوصلوا لواحد الحاجه يلقاو بديل احسن. وما يمكنش يلقاو. وشوف الدري الصغير الله يرضي عليك. الدري الصغير راه كيمشي لشي حاجه خايبه الا خليتيه غيبقى ديما يمشي لها، ولكن الدري الصغير كيبغي ديما اللي يشد ليه بيديه. راه الشباب خصو يشد ليهم بيديهم وما كاين اللي يشد ليهم بيديهم. تماما حنا خصو يشد ليهم بيديهم اخويا. على انت كل ما شدوش لك بيديك غادي توصل لهذا الشيء العوينه؟ لا باش نكونوا واقعيين شويه. لا الحمد لله باش نكونوا واقعيين. انا راه كنعرفك مزيان الله يحفظك وكنعرفك فهمتيني كنعرفك مزيان خصك تحمد الله وتشكره لقيتي اللي وجهك. راه دوك الناس كل لقاو تاهما دوك الفرص السي عوينه راه ما غاديش يوصلوا لهذا الشيء اللي واصلين ليه. انا كل لقيت خدمه في المغرب غير ب 3000 درهم والله ما نجي لفرنسا النهار الاول. والحمد لله. شوف شي يمكن كان خير تما كاين والحمد لله. هل شوف اي واحد شوف دوزتي خمس سنين ديال تعمل دوزتي خمس سنين ديال تعمل اي واحد شتي وصل الا وكاينه شي دفعه الحمد لله ضروري كيدفعك شي واحد الحمد لله. وحتى حنا كنتمناو لك شوف حتى حنا كنتمناو لك انك تعيش حياه سعيده وتكون مزيان وتكون مهني وتكون واكل مزيان وشارب مزيان وحياتك بخير وعلى خير. هذا هو المطلوب. هذا كنتمنى انا للجميع المغاربه ولا لي زالجيريان ولا لي تونيزيان كاع المغاربه اللي في المغرب العربي اللي كاينين هنا الله يسهل عليهم كاملين. تاهما ونوصيهم غير الصبر. يصبر بنادم يصبر الا ما عندكش الصبر هنايا راه ما غادي تلف ما غادي دير والو. نتمنى شكرا لك على التدخل ديالك. شكرا لك بزاف وتحيه لك. الله يعاونك. تحيه لك الله يحفظك. شكرا. تحياتي لكاع الناس اللي كيكتبوا لينا في الكومنتير اكيد كنقرا لي كومنتير ديالكم. شكرا لكم بزاف. السؤال المطروح هو علاش بعض المهاجرين السريين ما كيرضاوش بالعمل البسيط في البلاد. اكيد هذا هو يعني كيقلبوا على شي حاجه اكثر من القانون ديالهم فهمتي. يعني هو قاري دبلوم يعني ما قدرش يدوز يعيش ب 2000 درهم ولا 3000 درهم ولا يعني يبني حياته من الزيرو باش يمكن يكون واحد المستوى. اكيد رساله زوينه من عند سمير. الو السلام عليكم. مرحبا سيدي الله يحفظك يا سيدي الله يحفظك يا حبيبي.
الله يحفظك اخويا، تفضل. الله يبارك فيك. الله يحفظك. خويا الموضوع اللي كتديو فيه، موضوع ديال الهجره السريه. اه. الموضوع ديال الناس اللي كيلفوا بحياتهم تما تتكال وكيمشيو للبحر وكيمشيو المهم كيلفوا اي واحد تيخرج من هذه البلاد هذه على بزاف ديال الحوايج. اول حاجه عاد السيد اللي كان قبل دوي معايا قبل دابا قال لك هرب من المغرب حيتاش ما لقاش ان سالير ديال 3000 درهم باش يقدر يخدم في المغرب. اول حاجه في المغرب ماشي ما كاينش ان سكين الناس تيخدموا في السميك، راه ماشي ما كايناش. ما نكونوش كاينين الناس الحمد لله ربي وشكري له، كاينين الناس كاين ما يكونوش سلبيين عاوتاني 100% ونحطوا عاوتاني نكحلوا الدنيا ونقولوا راه ما كاين والو. كاين كاين خدامي، كاين دي صادر ب 2000 و 3000 درهم. الناس اللي كيحرقوا تيقلبوا على محسن، اول حاجه تيقلبوا على الاجور اللي كاينه برا اللي كاينه محسن ياك، تيقلبوا على المستوى المعيشي والمستوى الصحي والمستوى الدراسي. دابا انا عطيك ان اكزومبل باغ اكزومبل، انا عندي 34 عام في حياتي تبارك الله، باقي ما تزوجتش لدابا. علاش؟ عندي لا بوسيبيتي انا نتزوج، خدام ما عنديش مشكل، ولكن انا كنفكر اذا تزوجت في المغرب ولا تولدتي في المغرب ما بغيتهمش يعيشوا كيف ما عشت انا. انا عشت في المغرب شي حوايج ما بغيتش ولادي يشوفهم. باغ اكزومبل ما بغيتش نمشي ليزوبيتو انا نشوف شي حوايج اللي هما خايبين، نمشي للمدرسه كي ما عرفتش ما كاين لا قرايه لا والو. دونك شويه غتكون شويه اناني انك تولد ولدك في المغرب. انا بالنسبه لي كنشوفها بهذه الطريقه هذه، ولكن اونتر تون هي تشوفها من جهه اخرى. ماشي كلشي كحال عاوتاني، كاين شي حوايج زوينين. المغرب راه 30 عام من الاخر راه زاد بزاف ديال الخطوات لقدام. انا راه كنمشي للجزائر، شفت الجزائر كي دايره، شفت تونس كي دايره، شفت ليبيا كي دايره، شفت مصر كيفاش دايره. هادو بلدان ربعه اللي هما قرابين هما دول عربيه والله ما تيوصلونا بينا. وانت سير انت سير لمصر شويه، مصر كي دايره غادي يبان لك اشنو كاين. المغرب زاد خطوات كبيره لقدام، غير كاين شي حوايج اللي ما تطوروش في المغرب، ما عرفتش علاش. فهمتيني؟ حنا الحكومه ركزات على جابوا شركات، بحال جابوا شركات كبار، رونو، جابوا بيجو، جابوا بزاف ديال الشركات في المغرب. كاين واحد النظره يعني كاينين فرص، يعني كاينين فرص العمل. على العموم كاينين فرص، ماشي ما كاينينش عاوتاني، كاينين فرص العمل، ولكن في لي كروند فيت، في المدن الكبرى. راه إذا طلعتي إذا مشيتي للجبال الأطلس، طلعتي جيت مراكش، طلعتي مشيتي لشي خناف، راه عباد الله راه كتحك في راسك تما كاين وما كاين ما كاين ما يدار. ما كاين ما يدار خريبكا وبني من الله، راه الدراري مساكن اللي جاون راه مريحين ما تيديروا حتى شي حاجة. هذا واقع، هذا ما نقدروش نهربوا منه، ولكن البطالة راه كاينة في العالم كامل، ما كايناش غير في المغرب. العالم كامل فيه البطالة، ماشي غير في المغرب. باش نكونوا واقعيين ما نبقاوش حنا نكحلوا فيها ونقولوا راه ما كاين والو، كاين بزاف ديال الحوايج داروا. غير الاهم والمهم بالنسبه لي انا اللي بغينا نحاربوا هاد الظاهره هذه ديال الهجره السريه، خاصنا نبداو من لا باز اصلا، خاصنا بعدا نتكونسونطراو في التعليم، نديروا تعليم مزيان. اذا سيدي حنا ما عارفينش نديروا واحد السيستيم ايديوكاتيف في المغرب، حنا ما عارفينش نخرجوا السيستيم ديالنا، نمشيو نلقاو من عند الناس، ماشي عيب نلقاو من عند الشاب ونشوف كيفاش كيخدموا ونديروا نفس السيستيم ديالهم ونخدموا. ماشي عيب، فين هو المشكل؟ ماشي عيب، نتعلموا من الناس اللي احسن منا. وبالنسبه للصحه حتى هي خاصنا نطوروا فيها شي، الصحه عندنا مشكل كبير في الصحه. وهذا الشيء اللي كيخلي الناس يهربوا، كيخلي الناس اغلبيه لي جون تيهربوا. هذا الشيء بالضروره هاد جوج الحوايج، التعليم والصحه، وخصوصا دابا مع الانترنت ودابا ولا العالم مفتوح، كتشوف في التليفون ديالك كيشوفوا امريكان كيفاش دايره، كيشوفوا اوروب كيفاش دايره، كيشوفوا بزاف ديال الحوايج كيفاش دايرين. ولكن حتى هادو خاصهم يشوفوا حتى الجزائر ومصر كيفاش دايرين. حنا راه احسن من شي وكرف من شي، وهذه هي الحياه، هذه هي الدنيا. ديما انسان تيكون احسن، انت غتبقى انسان احسن منك وانت غتبقى احسن من واحد اخر، هذه هي الدنيا سي كوم سا. وانت عندك انت ما بغيتيش تزوج او ما بغيتيش ولادك يتزادوا هنايا، ولكن في نفس الوقت كتقول عندك امكانيات. لا دابا المشكل ماشي في عندك امكانيات انك تزوج، عندك فاش نقول امكانيات عندك امكانيات انك تزوج ياك. لا فاش كنقول انا امكانيات ماشي نقول امكانيات، عاوتاني زعما عندي ان سالير ديالي وخدام وعندي لابارتمون ديالي ماشي نقدر نتزوج، ولكن انا ما بغيتش نتزوج حيت انا ما بغيتش ولادي يتزادوا في المغرب. ولكن انت عندك دابا انت كتقول عندك لي مويان باش تزوج، علاش ما تزوجش؟ علاش ما تزوجش؟ ولكن لي مويان راه شوف لي مويان الفلوس راه ماشي كلشي في الدنيا. الفلوس راه هما
راه ماشي دابا انت كتقلب على زواج المصلحه، خاص المراه تكون حتى هي خدامه ياك. نو ماشي هكذاك، لا ماشي، راه قلت لك ماشي قضيه فلوس، راه ماشي قضيه فلوس، قضيه انت تعاون معك على الزمان. انا ولادي ما بغيتهمش يعيشوا داك الشيء اللي عشت. لا ولكن الا كنتي انت خدام ومرتك خدامه، راه تقدر تولد مرتك في مستشفى خاصه عاوتاني. لا راه غاتمشي، راه غاتولد المراه، راه ما كندويش على فين غاتولد ولا كيفاش يقدروا يعيشوا. انا تندوي لك زعما ان هاد الدراري الى تزادوا ما بغيتهمش يعيشوا نفس الصون اللي عشت انا، اللي هو انني شفت بزاف ديال الحوايج اللي هما ماشي في المستوى. باغ اكزومبل انا ما ولدي ما قدر، خاص باش تقري في ميسيون خاص تخلص عليه 5000 درهم في الشهر، واذا قريتيه في الدوله غيطلع لك مطنق، ما عارف ما عارفش. لا 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 غلط، لا غلط. كي شوف غلط القرايه، شوف اسمح لي الله يرضي عليك، القرايه هو لا بيرسون واش باغي يقرا ولا ما باغيش يقرا. شو خا يكون الاستاذ ديالو، شوف انا كنعرف الدراري، راه تبارك الله راهما دي نيفو في الدوله قاريين، ف كانوا اولاد الخيريه ماشي تاع عندهم عائله ما عندهم حتى شي حاجه، ولكن قراو يعني هما بغاو يقراو، ماشي ما نهضروش على القرايه بواحد المنطق اخر، خصنا نهضروا على السلبي والايجابي. لا انا متفق معك، دابا انت كتاخذ ليكسيبسيون كتبغي دير منها اون غاكل، راه ما كاينش تاخذ واحد النسبه اللي هي قليله ديال دوك الناس اللي كتعرف، حتى انا كنعرف هذوك الناس. لا 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 انا ما كنديرش اكسبسيون، انا كنعرف، الناس كيقراو في المؤسسات عاديه ما كيخلصوا حتى ريال، ولكن هما باغيين يقراو وهما وصلوا لواحد النيفو. حيت كنهضر لك على انت واش باغي تقرا، ماشي انا. انا ماشي سوقك فيا، ولكن انا ماشي سوقك فيا، نجي مع الثلاثه نجي مع الاربعه، انا اللي انا استاذ نجي مع الاربعه نجي مع الخمسه نجي مع السته، ماشي شغلك فيا. ولكن انت واش داك الشيء اللي غنعطيه لك غتبغي تقراه ولا لا؟ واش غتبغي تطور نفسك ولا لا؟ راه ما كاينش الفرق بين مؤسسه تعليميه خاصه او مؤسسه تعليميه ديال الدوله، اللي كتقري هذيك كتقري الاخرى. راه اللي باغي يقرا راه غادي يقرا، ولكن كنقول لك اللي باغي يقرا. انا متفق معك، الشيء اللي باغي يقرا راه يقرا، ما عرفتش شكون يقرا غيقرا. انا اللي تنقول لك زعما ان هاد انا زعما احنا باغ اكزومبل، انا فاش انا قريت في المخزن، انا فهمتي، قريت سميتو الابتدائي والكوليج والليسي قريت في المخزن، ثلاثه قريتهم في المخزن، ما كاينش مشكل، وقريت الحمد لله شويه، قريت ماشي ما قريتش. غير اللي بغيت نقول لك هو هاد لي جون هادو اللي كاينين دابا عند لو سيستيم ايديوكاتيف، داك الشيء تيقراو ما تيبغيوش حيتاش ما كيدخلش ليهم راسهم. ما كتخش تهم راسك حيت دابا انت ممثل ياك، الا ديتش تلعب كره غتلعب كره، زعما تلعب في النيفو بروفيسيونيل كره، حيت انا ما عنديش علاقه بالكره، ولكن الا تعلمت تلعب كره غنلعبها. ولكن لا غتعلم تلعبها، ولكن انت واش باغي تلعب؟ هذا هو السؤال انا اللي بغيت نقولك. زعما الا كان عندي داكشي اللي بغا هو. لا هادشي شوف، القرايه ما فيهاش ميول ولا ماشي ميول، واش انا كنميل للمات ولا كنميل للعربيه ولا كنميل للسيونس ولا كنميل لهادشي، ما عندوش علاقه. القرايه في هاد البلاد، اما راه في كانوا في الدول العظمى راه كيديوك انت كتشوفوك انت شنو عندك معاك. واخا هو نسولك واحد السؤال، قول لي القرايه عندها حد؟ ما القرايه ما كتحدش، القرايه ما كتحدش، دونك تقدر تقرا اي حاجه، معلوم تقدر تقرا اي حاجه، ولكن ما تقولش لي انا كنميل لواحد الحاجه خاصني نقراها. لا هذا هو اللي بغيت تفهمو، هو دابا حنا دابا انا فهمت الفكره ديالك. غير اللي بغيت نقول لك ان دابا في امريكان، راه الدري تيقرا وكيشوفوا هو الدري شنو هو الميول اللي عنده، واش السيد عنده الموسيقى اللي عنده فيها مزيان، واش السيد ايدي فور في لي مات، واش ايدي فور في الفيزيك، واش ايدي فور في لي لونغ، من تما كاين كيزيدو. هذه متفق معك فيها، هذه متفق معك فيها، هذا الشيء اللي بغيت نقول لك انا. ولكن هذاك الشيء كيكون عندهم واحد 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 لوكال مكلف بال يعني بال الثقافه الشخصيه ديال الانسان، فهمتيني يعني كيفاش هو كي الا كان كيعجبو الفن كيسيروه للفن، الا كان كيعجبو التوجيه اكثر. وانا معاك، علاش حنا ما نديروش هذا الشيء؟ شنو اللي غيمنعنا من نديرو هذا الشيء؟ لا شوف، احنا كنقولوا ونتسناوهم يديروا، فهمتيني؟ ماشي احنا غنبقاو ندويو ولكن ضروري كتسناو شي حاجه اللي فهمتي
غنقول واحد النهار حنا كنا هضرنا على هاد الحاجه وناضو داروها مزيان شتي بون جوز وي التوجيه التربوي مهم خلاصة القول بدينا بالهجرة وسعينا بالقراية شنو رأيك شنو رأيك شنو رأيك دابا في هاد الظاهرة اللي ولات شنو رأيي فاش؟ أنت إلا تحت لك الفرصة تحرق تحرق؟ إلا تحت لي الفرصة باش نحرق نحرق أنا نحرق باش نريسكي بحياتي ونمشي في الباطيرة ونمشي في كامية وداك الشيء ما نديرهاش ولكن إلا تحت لي فرصة هادشي اللي بغيت نقول هادشي اللي بغيت نقول الهجرة السرية والريسك لا ما نريسكيش بعمري انا باش باش نو نو ما علاش ولكن نقدر ندير هجرة نمشي نمشي باغ اكزومبل لكندا ولا شي حاجة نقدر سي بوسيبل عندي اللي عندي الفكرة هذه انني نمشي نقدر نعيش برا ماشي مشكل ولكن باش نريسكي بحياتي باش نخرج من نو ما كاينلاش ما كاينلاش وما كنظنش ان اي واحد في العالم خاصو يدير هذه الحاجة هذه واخا انسان ما عرفش يكون عايش ما خاصوش يمشي ريسكي بعمره باش في الاخر يمشي لواحد الحاجة المجهول ما عارف واش غيخدم يخدم ولا ما يخدمش واش غيسهل يلا ما يسهلش فما حتى واحد ما عارف شنو يطرى من بعد هذاك الشيء اللي كنقولوا حتى حنايا كنقولوا اليوم ما تريسكيوش بحياتكم حيت حياتكم الانسان راه حياته مهمه واش انت كتجيو تغامر بحياتك ما عارفش راه بحال راه هنا الا قلتي راه انا ما غنطلبش هنايا وما غاديش نعس في الزنقه هنايا غتمشي ليها غتنعس في الزنقه وغادي تاكل ماكله ماشي تلهي وبزاف ديال الحوايج هادشي اللي كاين هادشي اللي كاين انت خاصك تصبر وي يديرها في الله وصافي ما كاين الانسان يسكي في حياته ويكسب والديه وداك الشيء ما كاينلاش نتمناو خير نتمناو خير شكرا على التدخل ديالك تحياتي ليك بزاف بزاف شكرا ليك بزاف ومرحبا بك معنا في برنامج ساعة زوينة مع وينا اكيد ان كان التدخل في المستوى ديال الصديق ديالنا كيف ما كنقولوها كنعاودوها حنا ما كنبغوش نشوفوا الشباب ديالنا يتحقر في بلاد اخرين هذا هو المهم علاش حيت انا كنقولها وكنعاودها عاونوا الشباب نتوما كناس اللي مهمين وعندكم شركات وعندكم مصانع وعندكم بزاف ديال الحوايج اعطيو فرص للشباب يخدموا ويبنيو مستقبلهم بلا ما يشيو يتبهدلوا في بلادات الناس هذا هو الطلب ديالي كنشكركم بزاف على حسن المتابعه كنتو مع برنامج ساعة زوينة مع وينا على قناتكم شوف تي في الرسالة ديالي كانت واضحة 100% أن عطيو فرص للشباب ما نحاولوش نخليوهم يغامروا بالحياة ديالهم تحياتي لكم سلامة